صباح الخير عليكم، عيدكم مبارك، كل سنه وانتم بخير. احنا جايين نصلي في واحد من اكبر مساجد في دوله قطر، ان شاء الله نتقابل مع الجاليه الجزائريه. خلينا نصلي وتشوفوا اكبر مسجد في دوله قطر. المصلين المتواجدين في هذا المسجد حوالي 20 ألف مصلي، ما شاء الله تبارك الرحمن. وجينا داخلين لقينا زحمة، ما قدرناش ندخلوا هذا المسجد كثرة الزحمة اللي موجودة. وقطر فرضت الكمامة على كل من يدخل المساجد أو يطلع للشارع لازم يعمل هذا الكمامة. يعني خلينا نشوف كاش ناس من الجالية غفرة الباب باش نخرجوا منه. شوفوا راه غاشي كبير ما شاء الله، شايفين كل الأبواب مكتظة. يعني ناس حابة تروح تاكل اللحم، وكاين اللي حاب يروح يرقد. زعما استناو نتمشاو بشوية، غاشي راه الزحمة الزحمة. كاين باب واحد اخر ما كانش فيه الغاشي، ما فيش الاكسيدات، نخرجوا معاها وخلاص هذا وندوروا مليه. تلقاها ما تلقاهاش، هربات ولا طاروا بها ولا خونوها ولا حتى برا دير لي مطبيات وين يصلوها. وهذه هي الساحه تاع المسجد، هذه الساحه الكبيره تاع المسجد. هنايا ثاني يصلوا الناس، هنايا ثاني يصلوا، وهذه البلاصه هذه ثاني يصلوا فيها. وداخل المسجد الحموله تاعها 20 ألف مصلي، هذا اللي قالها لي السيكوريتي. راح صلينا على الساعه 5 و 5 دقائق. شوفوا الواجهه تاع المسجد ما شاء الله، طلع على الابراج الدفنه، هذوما ابراج قطر. المسجد انت خارج من الجهه اللي منهيها تقدر تشوف نيشان ابراج، منظر ما شاء الله خرافي. مع جايه الشروق الشمس ان شاء الله، لكن مازال ما تقابلتش مع جزائريين بزاف، رغم ان المسجد في جزائريين ياسرين، مازال ما تقابلتش معاهم. على العموم راح نروح عند صحابي نغافر، هما الاولى ماشي الاولى، تلاقيت مع جزائريين غافر ما لقيتش، راني نروح للدار راني عيان مازال ما رقدتش. وهنايا ماشي كيما حنايا تحضر العيد وتحلق وتروح الحمام وتنتظروا باش الذبح وتعمل، هنا ما كان والو، تروح تعيد ومبروك العيد، واللي عنده عائله راح الذبح، واللي ما عندوش راح يروح ينام كيما انا راح نروح ننام. عيد مبارك، عيد مبارك، هاو ار يو؟ جود. تعاود سنين دائما ان شاء الله، تعاود هاون اول واحد غافر هاون عمي هاك وتسلم عليكم مبروك، هاون وصلت سنه مع العائله صح. أقول لهم عيدكم مبروك، تعيدوا تعيدوا. في فيديو صح؟ هذا فيديو. ليش في تيك توك؟ والله غير نحطك في اليوتيوب. لا والله غير نحطك عيدكم مبروك، قول لهم عيدكم مبروك، تعيدوا. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة إن شاء الله. روحنا سلام. عيدكم مبارك. عيدكم مبروك. تعيدوا تعاودوا إن شاء الله. تعيدوا لاباس. عيدكم مبارك، تعيدوا تعاودوا إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. أول عيد في الغربة والله لا واعر بزاف وقراف كاع. كيبدا لي عاد نستقصي السعيد اش نديروها واش نشويوها نقليوها. كيبدا تعقلينا. تاع الدجاجة. ان شاء الله ان شاء الله. شوفوا كيما قلت لكم منظر زين، شوفوا اللي يخرج قال اللي يخرج بقى يصور في هذا المنظر، لانه مش عادي وانت خارج من المسجد تشوف هذا المنظر ما شاء الله. واحد صاحبنا راه يستنى فينا، دوك ما كان العيد مبارك لا والو، راه يستنى فينا ملي خرجنا من الصلاه. غادي سمعنا اسمع كلام اللي ما سمعناش. راح نحكي لكم واحد، نحكي لكم العيد كيفاش نعيشوا اول ما نركبوا في الوطن، كاين رطوبه، العيد كيفاش نعيشوا في الغربه. يكذب عليك اللي يقول حنا نذبحوا خروف ولا نعملوا حاجه، نعملوا والو الا العان اللي عندهم عائله، لما اللي ما عندهمش راح يروح يرقدوا. ها هوينا انتم تحوسوا عليه، ها هوينا، ها هذا اللي حوس عليك يا صاحبي.
ها وين هانتوما تعرفوا واش قلت لكم راه جاي من فوق المسجد. لا حوسوا عليك تعاود تلعب زاد خير ان شاء الله. عيد الحمد لله ما سمعنا والو. عيدك مبروك حبيبي. تعيد تعاود كيعاود بخير. هيا قول لي عيدكم مبروك. قول العائلة قول العائلة قول العائلة عيدكم مبروك. العائلة ان شاء الله تكونوا بخير وديما بخير ان شاء الله. ان شاء الله هاي. عاود واش نديرو واش نديرو؟ ها ما تخافش. يعني من في تيك توك انا ماشي تيك توك يوتيوب غير واحد. من اليوتيوب. قال لك السي امين باغي نديرو كبده ونرقدوها ودي هذيك ماشي تسيال الدم لازم تذبحو. امين لازم تذبحو. سمعوا ندبحوا قلت السيعي دبحوني واه. هم واحد من المتابعين اللي شفتوا الفيديو في اقرب وقت قبل ما يكمل 3 ايام تاع العيد بعثوا لنا كاش خروف كاش حاجه الناس اللي عندهم الغنم. الله يبارك فيكم ان شاء الله. وصلنا درك للدار رانا خلاص بين ندخلوا احنا ندخلوا نقول لكم نشوفكم في فيديو قادم بحول الله. وغدا بحول الله رحت ايام العيد معزوم على في المزرعه عند واحد صديقي خضري راح نروح له ونعيش معه أجواء رمضان. نقول لكم هنا نهاية الفيديو. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعيدوا تعودوا.